فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من الجزائر يقول: يكثر عندنا في أئمة المساجد من يقول بجواز التوسل بالنبي أو بالأولياء والصالحين، ومنهم من يقول بجواز الذهاب إلى القبور لأجل ذلك. سؤاله: هل تصح الصلاة خلفهم؟ هؤلاء يجب أن يبين لهم، لأنهم ربما يكونون يجهلون هذا الشيء، فيبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، لا يجوز التوسل بالمخلوق، لا يجوز التوسل بالمخلوق بذات المخلوق أو بجاهه، وإنما التوسل بدعائه وشفاعته فقط، أما التوسل بجاهه أو بحقه هذا أمر لا يجوز، فيبين لهم هذا الشيء، فإن أصروا فلا تصلوا معهم. نعم.